طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع الأيام: لهذه الأسباب يحاول الحوثيون السيطرة على حجور بحجة. ومن موقع الصحوة نت: من اليمن إلى العراق، ميليشيا الحوثي وداعش تتوحدان في تدمير المدن وسرقة آثارها. ومن العربي الجديد: الأمم المتحدة تنقل اجتماعات لجنة الرقابة بالحديدة لسفينة بالبحر. أهلا بكم. منذ أسبوعين تواجه قبائل حجور شمال غربي اليمن حربا شعواء من قبل ميليشيات الحوثي، التي لم تستطع منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014 إخضاع هذه المنطقة الاستراتيجية لسيطرتها، وتعنون صحيفة الأيام: قبائل حجور كيف أصبحت شوكة في حلق الحوثيين. قالت الصحيفة: مثلت قبائل حجور على الدوام شوكة في طريق الحوثيين منذ الحرب الأولى عام 2004 بين الدولة اليمنية والحوثيين، وتبقت المنطقة الوحيدة التي لم يستطع الحوثيون إخضاعها. وتقع كشر حاضنة حجور الإدارية في الشمال الشرقي لمحافظة حجة، على مسافة نحو 20 كيلومتر من مناطق تمركز قوات الشرعية اليمنية في مديرية حيران، حيث تمثل حجور منصة استراتيجية تهدد تعزيزات الميليشيات الحوثية نحو ثلاث مديريات هي حرض وحيران ومستبى. وهذا أحد الأسباب الذي دفع الميليشيات لمحاولة إخضاع حجور، التي منعت تسيير القوافل العسكرية الحوثية عبر مناطقها. وفقا لصحيفة الأيام الصادرة في عدن، لجأت الميليشيات الحوثية إلى أسلوب التفاوض والوساطات بعد إفشال قبائل حجور زحفهم المتكرر المصحوب بترسانة عسكرية ضخمة في محاولة للسيطرة على طريق العيسي، أحد أهم طرق الإمداد العسكرية الواصلة بين حوث مسقط رأس قائد الميليشيات ومديرية حرف. في تقريره عن نساء غيرت الحرب مجرى حياتهن، يعنون موقع المشاهد نت: نساء يمنيات، المعاناة دافع تحولهن لمشاريع نجاح. وبين ليلة وضحاها وجدنا أنفسهن على قارعة الطريق بلا سند أو عائل. نساء تحملن أسرهن بعد مقتل أزواجهن في الحرب الدائرة باليمن من خلال التدرب على حرف عملنا بها فيما بعد واستطعنا إعالة أطفالهن. ويتحدث الموقع عن إحداهن اسمها رضية، التي تدربت في محل كوافير قبل أن تؤسس مشروعها الخاص. قتل زوجها في إحدى جبهات الحرب التي ذهب إليها مكرها بعد أن تقطعت به سبل إيجاد عمل، لكنه عاد جثة هامدة. كما تقول للمشاهد وتضيف رضية: فجأة وجدت نفسي وحيدة مع أربعة أطفال، لم يكن أحد من الأهل باستطاعته مساعدتي بشكل دائم، ولم يستطع أطفالي الدراسة بعد مقتل والدهم. بدأت رضية العمل في البيوت بمردود مالي قليل يكفي دفع إيجار الغرفة التي تسكنها مع أطفالها. ضاقت بي السبل وأغلقت في وجهي كل الأبواب وشارفت على الانهيار. عندها فكرت في ما لدي من مهارات، ما الذي يمكن أن أفعله ليعول نفسي وأولادي. بعد أن تلقت رضية تدريب في مجال النقش والتجميل، فكرت بالعمل لحسابها الخاص واستطاعت اقتراض مبلغ بسيط لتنفذ الفكرة، وبدأت العمل الذي مكنها من الاعتماد على نفسها. عن الاستبداد ونتائجه من التطرف والعنف، يكتب السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله الذي تنشره بلقيس: أسوأ الأنظمة السياسية على الإطلاق هي التي تدمر مؤسسات المجتمع المدني وتحول دون قيامه، وتتفرغ لتهميش المجتمع في الحياة السياسية، ثم ينشأ عن هذا التهميش فراغ تملأه جماعات التطرف والعصبية التي ترعاها كأدوات لتكسير المجتمع المدني. ولما كان المجتمع المدني من وجهة نظر هذه الأنظمة هو الخطر الذي يؤسس لمعارضة وطنية ديمقراطية وقوة رقابية شعبية حقيقية على سلطة الحكم ومؤسساته، فإنها تلجأ إلى رعاية جماعات العنف والتطرف والعصبيات التي تتغذى بكراهية الآخر، وتحمل شحنات ضخمة من العنصرية التي تستولد حنينا إلى إرهاق المجتمع بثقافة صراعية تمكنها من اختراق قشرته إلى عمقه، لتؤسس خلاياها ونقاط انطلاقها بالاعتماد على عصبيات كريهة تمزق المواطنة وتهدم جسورها،
وتقيم الحواجز والجدران بين أبناء المجتمع الواحد، وتعتبر إدارة الصراع بين هذه العصبيات وتغذيتها من قبل هذه الأنظمة جزءاً من رعايتها لها، فهي تصطرع فيما بينها، ولكنها تجتمع على موقف واحد من المجتمع المدني ومؤسساته السياسية والثقافية. لقد كانت جماعة الحوثي الغائظ الكريه لنظام استهلك كل ممكنات التحول السياسي والاجتماعي لليمن وقذف بها في وجه المجتمع ورحل. عفونة هذا المنتج لم تتوقف عند كل ما سببته من كوارث ومآسي لليمن واليمنيين، ولكنها امتدت إلى داخل العصبية التي تنتسب إليها لتسبب لها ضغوطاً. حينما غتت جرثومة تنهش البطن التي رزئت بحملها قرونا طويلة، إن أقبح موروثات الأنظمة المستبدة هي هذه النوع من الجماعات التي تتشكل في بيئات متعفنة بفساد المعتقد الذي يجعل الوطن ساحة لنشر رذيلة الاستبداد مع كل ما يتستر به من حكايات وتضليل. إلى موقع المصدر أونلاين والذي عنون في صفحته الرئيسية: إدانة واسعة لاعتقال الحوثيين الناشطة أوفاء النعامي. وقال الموقع أن عدداً من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية أدانت بأشد العبارات الاعتقال التعسفي للناشطة أوفاء النعامي من قبل جماعة الحوثيين في صنعاء، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها. وفق البيان الذي حصل المصدر أونلاين على نسخة منه، فإن النعامي وهي المديرة المقيمة لدى منظمة سيرفولد اعتقلت من قبل جهاز الأمن القومي التابع للحوثيين يوم الاثنين الماضي بعد أن استدعيت للاستجواب في مقر الجهاز، وأشار إلى أنها ما تزال معتقلة هناك. وأضاف: هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض النعامي فيها للاستجواب، فعلى مدار الأشهر الماضية تلقت عدد من التهديدات والترهيب، وهو سلوك متصاعد من قبل جماعة الحوثيين تجاه العاملين في مجال التنمية والاستجابة الإنسانية في اليمن. وأضاف البيان على الحوثيين والأطراف المختلفة التوقف عن مضايقة المنظمات المستقلة واعتقال كوادرها. يجب أن تتوقف حملات الاعتقال غير المبررة وغير المقبولة فورا. تنافس ميليشيا الحوثي جماعة داعش في العراق وسوريا في نهب الآثار، كما يقول موقع الصحوة نت، والذي نشر تقريرا خاصا بعنوان: من اليمن إلى العراق، ميليشيا الحوثي وداعش تتوحدان في دمار المدن وسرقة آثارها. ففي مدينة زبيد التاريخية قامت ميليشيا الحوثي بنهب المدافع الأثرية القديمة والمخطوطات والكتب التاريخية، منها مخطوطات قديمة مكتوبة على جلود الحيوانات، وحتى يخلو لها الجو للعبث بمكتبة زبيد. أقدمت على اختطاف مدير المكتبة وإخفائه لأكثر من 4 أشهر، وقامت بنهب المكتبة ومحتوياتها من المخطوطات والكتب التاريخية. وفي مديرية المغلاف بمحافظة الحديدة قامت ميليشيا الحوثي في وقت سابق بعمل حفريات حول منارة المعجم، وقامت بعمل طوق أمني لمنع المواطنين من الاقتراب من المنطقة التي يقومون بحفرها. وقال الموقع إن الميليشيا أحضرت فريق حفر خاص قام باستخراج القطع الأثرية وعملات معدنية قديمة وغيرها من القطع الأثرية القديمة والتحف والنفائس. في سيرورة الربيع العربي تحت هذا العنوان كتب ماجد الشيخ مقاله في صحيفة العرب الجديد، وقال في مقتطفات من المقال: لم تكن ثورات الربيع العربي هي المدمرة على ما يذهب الرسميون والسلطويون العرب الخائفون على مناصبهم ومواقعهم، وإنما الاستبداد السلطوي الحاكم سياسيا والحاكم أيديولوجيا هما من يسعى إلى تدمير ما شهدناه من ثورات الربيع العربي، خصوصا وهما يتحولان إلى قوى ثورة مضادة بامتياز، مستمسكين بالسلطة أداة للقهر وإعادة عقارب الساعة التاريخية إلى الوراء دائما. وليس أوضح وأفصح من بعض قوى وتيارات الإسلام السياسي في تمثيل أهداف التدمير والتخريب في مجتمعاتها، وهذا ما رأيناه وعايشناه طوال الأعوام الثمانية التي مرت منذ بدء ثورات الربيع العربي، انطلاقا من تونس ومرورا بمصر وليبيا، وليس انتهاءا بسوريا والسودان أخيرا، حيث الاستقرار المنشود لا يتخارج عن الاحتفاظ بسلطات الاستبداد القاتلة لشعوبها والمدمرة لمجتمعاتها العاملة على التواطئ المخزي مع العدو الوطني ومن يدعمه من قوى خارجية وداخلية، أمثال دواعش الخلافة وأضرابهم ممن يسعون إلى تدمير كل اجتماع بشري.
الثورات المضادة التي أطلقتها بعض قوى الإسلام السياسي وتياراته في بلادنا هي التي وقفت وستقف حجر عثرة أمام حركات شعوبنا وتطلعها نحو التغيير، وهي التي تسعى إلى الحفاظ على روح الاستبداد وإعادة إطلاقه وتزكية رموزه والإبقاء عليهم في السلطة. كذلك وقف أمنيون وعسكريون وشرائح رثة من احتياط السلطة العميقة في مواجهة الثورات الشعبية، آملين إجهاضها والحفاظ على استبداد السلطة الحاكمة سياسياً وأيديولوجياً، كونها الضامنة لمصالحهم ومصالحها قبل فقدانهم سلطة الإمساك بعصا القهر والغلبة، واستبداد حكام يريدون البقاء أسياداً بل عبيداً عند أسياد اللعبة الدولية، يداورون ويناورون في لعبة إعادة إنتاج النظام نفسه أو الأنظمة الكريهة المفروضة على شعوبها بقوة العسكري وإيدلوجيات الإكراه والإقصاء في الداخل، وبقوة علاقات التبعية الإقليمية والدولية والاستثمار الكولونيالي ورعاة المدد القادم من الخارج. تتحدث صحيفة العرب الجديد عن نقل التفاوض بين اليمنيين ليس إلى دولة أخرى بل إلى مكان آخر يدعو للتأمل. وعنونت الصحيفة: الأمم المتحدة تنقل اجتماعات لجنة الرقابة بالحديدة لسفينة بالبحر. كشفت مصادر مقربة من الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار بمدينة الحديدة غربي اليمن عن نقل الأمم المتحدة اجتماعات اللجنة إلى سفينة في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر قبالة شواطئ المحافظة بعد أن تعذرت الاجتماعات في الفترة الماضية. أوضحت المصادر أن الفريق الحكومي المؤلف من 3 أعضاء في اللجنة وصل مساء السبت إلى متن سفينة تابعة للأمم المتحدة تدعى فوس أوبولو في المياه الإقليمية قبالة شواطئ الحديدة. وفقا للمصادر فإن اللجنة التي تشكلت عقب اتفاق ستوكهولم المبرم في 13 ديسمبر كانون الأول ستجتمع في السفينة بحضور كامل الأعضاء عن الجانب الحكومي وعن جماعة الحوثيين. وتتألف اللجنة من 6 أعضاء، 3 عن الحكومة ومثلهم عن الحوثيين، وترأسها الجنرال الهولندي باتريك كاميرت الذي يمثل الأمم المتحدة، ومن المقرر أن يحل بدلا عنه الجنرال الدنماركي مايكل لوليس غارد في غضون أيام. كان كاميرت قد ترأس اجتماعات لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في أول 2 أسبوع أعقبها الاتفاق، إلا أن الاجتماعات تعذرت في وقت لاحق مع رفض الحوثيين الحضور إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية، وهو ما دفع الأمم المتحدة للبحث عن مكان بديل في سفينة تابعة للمنظمة الدولية. من لا يعرف عمره؟ تحت هذا التساؤل كتب خالد القشطيني مقاله في صحيفة الشرق الأوسط. لم تتفق البشرية بشأن عمر الإنسان، ففي عهود الإغريق كانوا يؤرخون عمر المرأة من تاريخ يوم زواجها على اعتبار أن كل ما سبقه كان مضيعة للوقت. النظرة لعمر الإنسان أيضا تتباين، وهو ما لمسه برنارد شو عندما كان يبحث عن مكان مناسب يتقاعد فيه. قضى سنوات يبحث في ربع بريطانيا حتى قدر له أن يمر بقرية سان لورانس، وفي القرية الإنجليزية لا يوجد شيء غير الحانة والكنيسة والمقبرة. ولما كان شو ملحدا فلم يبق له غير أن يتمشى في المقبرة وينظر، فلفت نظره شاهد يقول: هنا يرقد فلان ابن فلان، ولد في سنة كذا وتوفي في ريعان شبابه سنة كذا وكذا. وحسب برنارد شو الفرق بين السنتين، فاكتشف أن الرجل مات في 70 من عمره. فقال لنفسه: القرية التي تعتبر سن 70 ريعان الشباب جديرة بأن يعيش المرء فيها ليضمن لحياته طول العمر. فحط عصاه واشترى بيتا فيها وأقام هناك حتى مماته، ولم يمت حتى بلغ 74، ولولا أن سقط من شجرة وكسرت رجله فلربما بقي لسنوات أطول. وعلى غرار ذلك سافر المواطن العربي حسن جابر مع زوجته إلى مدينة في اليابان، اصطحبه أهلها إلى مقبرتها التاريخية ولاحظ شواهدها المرمرية تقول: هنا يرقد البروفيسور فلان، توفي سنة كذا عن عمر بلغ 2، وهنا يرقد الوزير الفلاني، توفي في 4 من عمره. وهكذا استغرب من الأمر فسألهم عن ذلك، فقالوا له: نحن هنا نقيس عمر الإنسان بالسنوات الطيبة والمثمرة التي قضاها من حياته، كل ما هو سواها من حياته ضياع في ضياع. تأمل الرجل المواطن العربي قليلا ثم همس في أذن زوجته: اسمعي يا ابنة عمي، لما الله يأخذ أمانته وأموت خلي يكتبون علي: هنا يرقد حسن جبر من بطن أمه للقبر. إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت في الشأن اليمني:
الأردن يستضيف المرحلة قبل النهائية من اتفاقية الأسرى اليمنيين، وأعلن الأردن أنه وافق على طلب جديد من الأمم المتحدة لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في عمان الأسبوع المقبل لبحث الاتفاق الأسرى والمعتقلين، وهو أحد مخرجات اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاء في بيان له إن الأردن وافق على طلب جديد مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث لعقد اجتماع في عمان الأسبوع القادم بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين. وأضاف أن موافقة المملكة على عقد الاجتماع في عمان يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة. وتتكون الاتفاقية من 5 مراحل متسلسلة تبدأ بتبادل القوائم ثم إفادات حول القوائم في الملاحظة على الإفادات ويليها الرد على الملاحظات وأخيرا الترتيبات اللوجستية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين. ووصلت المراحل حتى الآن إلى 4 وهي الرد على الملاحظات، وسبق لهادي هيج رئيس الوفد الحكومي في اللجنة أن وصفها بالمرحلة الصعبة معللا في تصريح سابق له للشرق الأوسط لكون هذا الاجتماع حاسما بالاتفاق على القائمة النهائية والرد بالأدلة إن كان هناك إنكار من الطرفين حول بعض الأسماء. وإذا نجح طرفان في اجتماعات الأردن فإن المرحلة 5 ستكون لوجستية لرصد المكان وآلية نقل الأسرى وفق هيج، الذي يشدد دوما بالقول أن الحكومة ستمضي بكل قوتها في هذا الملف الحيوي والحساس للإفراج عن المدنيين. أجمل صور الأسبوع كما نشرتها صحيفة الجاردين، نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف، نتابع. بهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.